النادي الاهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر، هل الموضوع ده صحيح ولا غير صحيح؟ هنعرف كل تفاصيل الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جت في العارضه. طبعا الخبر ده احنا سمعناه من الاعلامي سيف زاهر ان النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم سوبر افريقي، هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ بالفعل سيف زاهر اكد ان الكلام ده صحيح، والراجل على قناه اون تايم سبورتس قال لك على مسؤوليتي ان الموضوع ده صح، وقال كمان ان امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي هو طبعا اللي اجرى او انهى التعاقد مع المهاجم الافريقي السوبر ده بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر. ده طبعا كل الكلام اللي سمعناه من سيف زاهر، ولكن بصراحه انا اعتقد ان سيف زاهر ارتجل او اجتهد في المعلومه دي. طب انا اللي عايز افهمه بس، انت يا سيف زاهر جبت الخبر ده منين؟ او مصدر الخبر ده بالنسبه لك انت منين؟ الله اعلم. ليه بقى؟ احنا عايزين كل اللي احنا نعرفه او كل اللي احنا شايفينه ان اي حاجه تخص اللعيبه، بيع او شراء اللعيبه، ده بيتم عن طريق واحد بس في النادي الاهلي وهو امير توفيق مدير تعاقدات النادي الاهلي. دي طبعا معروفه ومفيش شك في كده. طيب لما يطلع امير توفيق وينفي حاجه زي كده على الاطلاق، يقول لك ان موضوع زي كده لا يمد، يعني ما يعرفش الصحه خالص، الموضوع ده غلط بنسبة 100%، ولا احنا تعاقدنا مع أي نادي ولا تعاقدنا مع أي حد. اللي أنا مستغربه بقى في النقطة دي إن أنت مثلا كقناة أون تايم سبورتس، فالمفروض إن أنت الأخبار اللي تجيبها أخبار موثوقة، ليه؟ لأن أنا هاخد منك أنت الخبر وهو بالنسبة لي خلاص خبر موثوق، ما هو مفيش جدال في كده، يعني مثلا قناة زي قناة أون تايم سبورتس فمش ما ينفعش إنها تجيب لي خبر كاذب أو خبر مثلا فيه شك، لا ده الخبر اللي بيتقال هو الصح. ولكن يا جماعة بوضوح شديد، عايز تعرف أخبار الزمالك بشكل عام وتعرف كل حاجه عنهم هتلاقيها على قناه الزمالك، لان طبعا القناه هتجيب من المصادر الاساسيه وهتعرض لك. عايز تعرف اخبار الاهلي، عايز تعرف اخبار الاهلي تابع البرامج بتاعه النادي الاهلي، لانه بياخد المصادر من النادي نفسه وهيعرضها لك، فده صحيح بالنسبه لي. الفتره دي طبعا انا بدات اشوف ان الناس بدات تلعب على الضجه، حتى الاعلاميين الكبار بداوا يلعبوا على الضجه، حتى لعيبه الكوره الكبار بداوا يلعبوا ايضا على الضجه. فانا مش عارف بصراحه، يعني عيب جدا لما يكون انت حد ليك اسم وحد مسمع جدا في المجال بتاعك ونكتشف ان انت بتعمل حاجات كده مش صحيحه اصلا علشان بس تطلع ترند او علشان الموضوع يكبر معاك. دي المشكله اللي انا شايفها بصراحه في معظم القنوات ومعظم البرامج التانية، بعيد طبعا عن القنوات بتاعه النوادي نفسها. يعني قناه الاهلي هتجيب لك كل ما يخص النادي الاهلي بنسبه 100%، وده انا واثق من حاجه زي كده وانا اصلا في مجال الميديا، تمام؟ قناه الزمالك هتجيب لك ايضا كل الاخبار اللي تخص نادي الزمالك بمصادر برضو موثوقه بنسبه 100%. فيا ريت يا ريت يا ريت قناه كبيره زي قناه اون تايم سبورتس يعتبر رقم واحد، فالمفروض نهتم شويه بموضوع ان احنا نجيب الخبر الموثوق، الخبر الاكيد، وما نلعبش في اي حاجه من الحاجات التانيه اللي هي ممكن تعمل ضجات وتخلي حتى المشاهد نفسه يمل مننا. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو. شكرا.